اللي حبايبنا اللي بيتابعونا، انتوا اشطر مني في عمايله، وانتوا اللي علمتونا بيتعمل ازاي. الست المصريه الرز اللي هو حبه وحبه، معانا رز مصري، معانا يا عم الشيف معلقه سمنه بلدي حلوه، وحبهان ورق لورا، واهم حاجه في الموضوع يا استاذ رحاب السمنه البلدي. من غير السمنه البلدي الرز اللي هو حبه وحبه لا طعم ولا رائحه ولا لون. خلي بالك انا بقول الصدق والصراحه. حلو، تعالوا ندخل الشوربه دي في الفرن. حلوه، نحطها هنا. اللهم صل على سمنه بلدي. الله، ونحط في السمنه البلدي دي يا عم الشيف تاني. ركز بقى في الحته الحلوه اللي جايه دي كده، مكعب من الزبده. بجد يا شيف، هي تركايه، حاجه لطيفه وسهله، ولكن هتدعي لي. سمنه بلدي وزبده يا مغازي. طب ليه الزبده؟ حد يقول لي ليه حطيت زبده مع السمنه البلدي؟ لان معايا مخرج شاطر يقول لي التايم بتاعك قرب يخلص وانا عايز انجز، وانت وارد برضه تكوني مزنوقه في المطبخ زي كده وعايزه تعملي بسرعه الاكل، تبي تعملي ايه؟ معلقه الزبده مع السمنه البلدي او مع الزيت بتساعد على احمرار الشعريه او الرز بسرعه. ده ورق لورا وحبان قرن فلفل حلو كده رايح جاي. ناخد شويه الرز الحلوين دول كده، الله، ونقف ايه هسه ونقلبهم على النار، ما نستعجلش، نخلي ده هنا كده قدام عينينا. مش معايا من الاول، مش معايا من الاول، نقلب كده. انا عايز الرز ده يتحمر شويه بالشكل ده كده، ياخد لون زي الشعريه بالظبط. في السمنه البلدي والعود الروزماري والورق اللورا والحبهان. وعين علي، هو ده وانا شغال. حلو الكلام، زي الفل. النار بس تظبط معانا تمام، وعنا ميه بتغلى على النار او شوربه، لو عندك شوربه فراخ او شوربه لحمه هنرحب بيها، ونروق الكاونتر بتاعنا عشان احنا خلصنا وزي الفل. والطبيعي لما بتكوني واقفه في المطبخ هعلمك حاجه هتدعي لي. وقفت في المطبخ، حطيت كل حاجه على النار، دخلت الاكل بتاعك في الفرن، الله عليك، دخلت كل حاجه في الفرن، مطلوب منك انك تقف في المطبخ فايقه ورايقه وشايفه وعينك على الرز وهو بيتحمر او على الشعريه وهي بتتحمر، وده مهم جدا على فكره علشان مطبخك يبقى رايق، والمفاجاه بقى تقعدي في وسط ولادك تستمتعي بعمايل ايدك، تقومي تسمعي الكلمه الطيبه، تسلم ايدك يا ماميتو، ربنا يخليك لينا يا ماما، وهكذا. انما تخيلي انت واقفه في المطبخ بتنظفي في المطبخ او بتروقي في المطبخ وهم قاعدين بيستمتعوا بالاكل عايزين يقولوا لك كلمه حلوه مش شايفينك على السفر. فانا اهو انا واقف اهو، مخرجنا قال لي يا شيف احنا خلصت. خلصت بس ما وقفش بقى ايه، لا، حاطط ايدي في جنب خالص. البصله، الرز بتحمر، عايز يشوف الشوربه جاهزه معايا. اللهم صل على النبي. شوربه البصل ابن حلال، هو ده مطلوب من الفرن هنا يسيح لك جبنه بس، وتتقدم بالشكل ده كده بألف هنا وشفا. الله، شوربة البصل الفرنسية بتتكلم مصري لأنها معمولة ببصل من أرض طيبة. عدلها شوية البطاطس الحلوين، حلو، طبق سلطة ممكن تكون سيزر سلطة، حلو، روز سلط اللي هي تشكيله من الخضار مخلوطه بالمايونيز والبيض. شفت الرز اللي بيتقلب بيتحمل هنا حبه وحبه؟ استنى على حبات الرز لما تاخد لون الشعريه. انا على فكره طبق الرز ده بحبه جدا على فكره، ويا سلام لو معاه شويه بيض مسلوقين او بيض مدحرج، فكره عمل الكشري اللي هو عدس ورز حاجه كده زيه، يا سلام لو مع طبق الرز ده يا فاروق طبق سلطه خضراء ويكون فيها بصل اخضر. انا بتكلم على اكلات الريف المصري والصعيد المصري للامانه بيستمتع بيها، كله خير. تعالوا البصل الاخضر مع الجرجير مع الخس، ونعمل طبق سلطه فيه كل الخضروات دي كده وشويه الرز الحلوين دول. بجد بجد والله العظيم مش مجامله، احلى غدوه خلي بالك، واحلى من الديك الرومي المتكتف على السفره اللي هو الرز اللي بيتعمل في سمنه بلدي
وانا بحمر فيه كده مع السلطه الخضراء اللي هتعملها من بين اصابع ايدك، فيها بصل اخضر وفيها جرجير وفيها طماطم وفيها خس بلدي، والبلدي يوكل. الرز بيتحمر في حبهان وورق لورا وايوه وسمنه بلدي. حلو، بتضحك يا بلاح انا عارف. انزل بالرز، انزل بالرز. حلو، يلا نقلب دول مع بعض. ننزل بالميه بتاعتنا. اللهم صل على النبي. خلص الكلام. تعرفين اللي حصل دلوقتي بجد اللي فزعني؟ يعني عايزين تعرفوا، ها، هو هتغلط الغلطه اللي انا غلطت فيها دي. لما تحط ارض فلفل زي ده في النار وتحمريه، غزيه بالسكينه، اخرميه بالشوكه علشان يطلع الهواء اللي فيه لما يتعرض لدرجه حراره. المفروض انا اعمل كده، ما عملتش كده. في صراحه احسن من كده؟ في مصداقيه زي كده؟ للامانه، بتحط فلفل سليم زي ده كده وبتقلبي زي ما انا بدات اقلب، بتغزيه بسكينه او بشوكه، تقوم تطلعي الهواء اللي جواه، او وهو لما يتعرض لدرجه الحراره بيبقى فيه من داخله جوه هواء، فانت كده امن معاك زي الفل، مش هيفزعك الفزعه اللي انا اتفزعتها. حلو الكلام؟ الله ربنا يبارك لك يا شيف، كل حاجه بتقول لنا عليها. الرز اللي هو متحمر ده حبه وحبه، بحط معلقه سمنه كده، مش زبده، سمنه. والحله دي زي ما هي كده هنغطيها. وقال لك ايه يا عم المغازي؟ اطلع على الرز لما يستوي. يلا على الرز بتاعنا ما يستوي على نار هاديه. ونصيحه مني، اوعى توطي النار يا ست الكل على الرز غير لما تشوفيه قدامك بيغلي او ميته بدات تنشف، ميته بدات تقل. ده مهم جدا على فكره. ايه اللي هيحصل لو انا وطيت النار على رز من غير ما يغلي؟ الدنيا هتقوم. للامانه، ايه اللي هيحصل؟ كالاتي: رقم واحد، الرز هيتكسر منك. رقم اتنين، الرز هيعجن منك. رقم تلاته، الرز مش هيستوي، هيبقى حبه وحبه بس ني، مش زي اللي انا عامله. فالتلات حاجات دولت هتلاقيهم في رز انت وطيت النار عليه قبل ما يغلي. هتلاقي الحواف بتاعه الحله، الرز مش مستوي. ولكن مهم جدا، الميه غليت بتاعه الرز وشفت الحله قدامك ميتها بدات تنشف، بتقلبيه تقليبه حلوه وتحط معلقه السمنه اللي الشيف المغازي اتعلمها من امه، وبعد شويه رز حكايه. الرز ده عايش شويه سلطه بلدي. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. شوف السمنه ساحت الاول ولا لا؟ ايه الاخبار؟ فين السمنه؟ جيبها لي يا مصر كده. السمنه فين؟ تاهت مع الرز. قلب. الله، مفلفل طبعا. بص 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 في الرز عجن. لا، الف هنا وشفاء. والقرن الفلفل ده هو اللي عجبني على فكره، ده اللي ايه خضني. في قلب الحله. اللهم صل على النبي. بتخلي ده هنا كده على جنب، انا احطه هنا كده، نغرف الرز ده كده. الله، شويه رز زي ما قالت الست المصريه والام المصريه، بحب طعم السمنه البلدي فيه والحبهان والورق اللورو. وانا واثق انك انت بتعمليه احسن مني. هتقولي لي فين لون الحبه التانيه؟ انت مش معاك المخرج ولا معاك الاستاذ رحاب، وقتنا خلص. فانا للامانه والله العظيم انا ما برضى اخبي اي حاجه. انا لو كان عليا استنى لما الحبايه تتحمر شويه، ولكن عشان وقتنا انا حطيت الرز التاني قبل تحمير الرز. وده على الوش.